عندنا شوية طلبات، نشتري شقة وتكون تمليك ومساحتها كبيرة وفي منطقة كويسة وكمان بسعر رخيص، ولأ مش مصباح سحري ولا من شقق الإسكان تبع الوزارة. طب أمال فين؟ موجود فعلا شقق سكنية بسعر قليل وفي مناطق سكنية كويسة في القاهرة، وكمان مش عشوائية. جهز تحويشة الفلوس وخليك معانا في الفيديو ده. أنا ماريا مجدي، ويلا بينا نعرف الشقق دي فين. أخيرا هتتجوز وهتحقق حلمك وتجيب شقتك، وده من غير ما تدفع مبالغ كبيرة. مناطق كتير في القاهرة الشقق فيها بتبدأ مساحتها من 100 متر وسعرها بيبدأ من 300,000 جنيه أو أغلى شوية، بس بتوفر عليك تعب التشطيبات والصناعية. تعال بقى أقولك مكانهم فين. أول حاجة يا سيدي منطقة العاشر من رمضان، لأنها من المناطق المعروفة إن فيها وحدات سكنية رخيصة، لأن الأسعار هناك بتبدأ من 150,000 جنيه لحد 300,000 جنيه، ومساحات بتناسب كل المتطلبات، يعني سواء هتبقى شقة سكنية أو هتستثمر فيها لمشروع تاني. طب العاشر من رمضان مش مناسبة ليك؟ ممكن تشوف في منطقة الهرم وفيصل. تخيل هناك ممكن تشتري شقة بمساحة 100 متر وسعرها ما يزيدش عن 350,000 جنيه في منطقة زي الطوابق والتعاون، أو تشتري شقة في منطقة الطلبية وشارع التلاتيني، ودي بنفس المساحة بس السعر ممكن يوصل ل 400,000 جنيه لأنها نص تشطيب. وده على عكس منطقة المريوطية بالطريق الدائري، اللي ممكن تشتري الشقة هناك ب 450,000 بس هتبقى متشطبة تشطيب نهائي، وكل ما هتزود في السعر كل ما الخدمات فيها وحواليك هتزيد أكتر. ولو حابب تبقى في منطقة أحسن شوية بس تزود في السعر، عندك مثلا منطقة حدائق الأهرام، اللي من المناطق اللي عليها إقبال كبير جدا من الناس دلوقتي، وبيوصل سعر الوحدة فيها ال 100 متر ل 450,000 و 500,000 جنيه. طب سيبك من كل ده، ممكن تشوف في مدينة 15 مايو، هناك الشقة بتبقى 100 متر نص تشطيب وسعرها ما بين 380,000 جنيه ل 430,000، وهناك شركات عقارية كتير بتبيع بنظام التقسيط على سنتين أو 4 سنين، علشان لو مش معاك المبلغ كامل بس محتاج الشقة. طب هنفترض إن كل ده بعيد عليك وعايز تشتري حاجة في مصر الجديدة بس الأسعار غالية عليك، ممكن تشتري قريب منها، يعني مثلا في منطقة زي جسر السويس أو الميريلاند أو النزهة الجديدة، وأسعار الشقق هناك بتبدأ من 300,000 ل 700,000 جنيه، وده لأن المساحات كبيرة وبتتراوح ما بين 120 ل 230 متر، يعني تستاهل. طبعا دي مش المناطق اللي فيها أسعار رخيصة، لكن دي أحسنهم ومناسبة لطلباتك. اختار المنطقة الأقرب ليك واللي حابب تسكن فيها، وروح واتفرج على أكتر من شقة واختار اللي يناسبك.